هذا عطايا الحرايق والكتاب هذا أخيرا قلت لهم تدرون أن عندك أنا هذا صعب وما يمكن أن يستمع لأحد قل لي أراه ما يستمع لأحد ضرر على الدعوة وضرر على المشايخ شرط شرط ويكتب شيخ أشياء والله يا شيخ إن آخر مقال رأيته في الكتاب على السلفيين في لندن اسمه بريطان يدل على الجهل وقلة فقط إن لم تكن عدم تماما يجعل الحزبيين المعروفين الواضحين وحضورهم في الدورات بمثابة المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يفهم ما قال هذا قلت له لا لا أسامة أنت إذا كاد ما تكذب قلت له لا ما تستطيع تمسكها قال لي لا بالصريح قال الشك قلت له الشك والله إن أنا أنا راجل ما عاد معي معك كلام هكذا قلت له قلت له ما عاد معي معك كلام ما رجل عنده إسهال ماذا تعمل. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. خط يدي وأريته إياها قال أنا ما قلت لك هو قال لي يقول لك ما قلت لي أنا ما أقول الشيخ كذب نسي وهم غلط هذا حصل من الشيخ محمد بن هادي لي أنا شخصيا ليس أقوله بالواسطة الشيخ ربيع كم مرة يقول لي قولا يقول ما قلت لك الشيخ عبيد يقول شيئا ثم يقول أنا ما قلت ويشهد حتى عند القاضي أنه ما قال عن طريق وكيله. قلت لكم قبل كده أن منهج المداخلة ده منهج فاسد وغير قابل للتطبيق أصلا. بعد ما مسكوا كل الدعاة اللي على الساحة والمشايخ اللي على الساحة وبدعوهم وحذروا منهم قلبوا على بعض ظهرت فرقة الصعافقة والمصعفقة وبعدين الاتنين دول كمان مداخلها هجموا بعض وبدعوا بعض أصبح مفيش متخالي النهاردة على وجه الأرض إلا مجرح.